ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج فتوى. النهاردة 8 رمضان، النهاردة فات أسبوع كامل من شهر رمضان، فما يبقى في رمضان إلا 3 أسابيع، زي الأسبوع اللي فات فاضل زيه 3 مرات. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن إحنا محتاجين نتعلم حاجة مهمة جدا، إن الصيام ده جاء عشان يحقق فينا عدة صفات، فلا بد من المحافظة على أن نتحصل على هذه الصفات. لازم نتحصل على الصفات دي، لأن إحنا لو ما تحصلناش على الصفات دي هيحصل إيه؟ هيحصل إن إحنا يبقى خرجنا من رمضان بدون استفادة، لم نستفد من رمضان. فمهم قوي نحقق هذه الصفات. ففي رمضان، جاء رمضان ليعلمك أمرين. الأمر الأول تحمل الجوع والعطش، والأمر الثاني يعلمك صوم الجوارح، يعلمك إزاي تبقى إنسان عندك صبر، عندك تحمل، عندك طولة بال، ما عندكش غضب، ما أنت السريع الغضب. ساعات الناس تقول لك أصل إحنا في رمضان الناس بتغضب بسرعة. ليه؟ لأن هم مش مستحملين الجوع، مش مستحملين العطش، أو لأن الناس مدخنة فبتشرب سجاير، فقاعد طول النهار ما عندوش سجاير، فالسجاير مع الصباح فيفضل متعصب على طول. لا، الفكرة مش كده خالص، لا هي قصة سجاير ولا هي قصة جوع ولا قصة عطش، إنما القصة قصة غضب. الغضب ده اللي بيعمله الشيطان، الشيطان بيعمل لك الغضب ده عشان ينقص من قدرك، ينقص من أجرك، ينقص من حسناتك. فأنت لازم تبقى مترصد له ذلك، واخد بالك، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان ده عدو بيدور بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، إن هو يعمل لك أي حاجة، تفسد عليك الصوم، تفسد عليك حياتك، تفسد عليك دنيتك، تفسد عليك فرحتك، بهجتك بالصيام بكذا. فعشان كده كان مهم جدا ناخد بالنا من الحكاية دي. فعشان كده بنقول إن الصيام بيحقق فينا عدة صفات. فأول صفة يحققها الصيام في الإنسان حتى يتمكن من التحمل ويتمكن من الصبر تسمى صفة اليقين. أول صفة يحققها الصيام فيك اليقين، إن يبقى عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. يعني إيه يقين؟ يعني يبقى عندك كمال توكل على الله عز وجل، يعني أنت يبقى متوكل على الله سبحانه وتعالى كمال توكل. يبقى أنت عارف أن النافع أنه لا ينفعك إلا الله، ولا يضرك إلا الله، ولا يعطيك إلا الله، ولا يمنحك إلا الله، ولا يمنع منك إلا الله سبحانه وتعالى. فلا في حد هيضرك أبدا بشيء الله لا يريده، ولا حد هينفعك بحاجة ربنا سبحانه وتعالى لا يريدها لك، لا يمكن، ولا حد هيقدم ضيقة في عمرك ولا هيأخر ضيقة في عمرك. في القرآن ربنا قال فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إنما إيه الحاجة اللي احنا نعملها عشان نوصل للقصة دي؟ يعني إيه الحاجة اللي احنا نعملها عشان نوصل مع بعض إن احنا يبقى وصلنا إلى حد اليقين؟ إيه اللي المفروض نعمله؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة وهو جالس بين صحابته رضوان الله عليهم قال لهم كده إني سيدنا جبريل، أتاني جبريل فقال لي يعني أنظر، فنظرت إلى الأفق فوجدت يعني بيقول له يعني إني يوم القيامة حيبقى النبي بيعدي ومعاه الرهط، الرهط ده من 3 لـ9، 9 أفراد، ويأتي النبي ويمر معه رجل والآخر ومعه رجلان، يعني نبي ربنا أرسله إلى قوم فضل يكلم الناس على الدين وعلى القرآن لغاية لما ما أمنش بيه إلا 1 أو 2 أو من 3 لـ9 أفراد. فبيقول فرفع لي بيبص كده في الأفق فإذا سواد عظيم يعني أشباح ناس كتير، فقلت ما هذا؟ دي أمتي؟ قالوا لا، ده هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر، فنظرت في الأفق ده وفي الأفق ده في كل الآفاق يعني، فوجدت سواد عظيم يعني أشباح كثيرة، أشباح ناس كثيرة جدا يعني. فقلت من هؤلاء أو ما هذا؟ فقيل هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.
دي أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة إيه؟ ولا سابقة عذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم الكلام ده سابهم بقى ودخل الغرفة بتاعته. بعد كده بدأ الناس يتناقشوا مع بعض ويقولوا، يقولوا إيه؟ يقولوا السبعين ألف دول الجماعة اللي ولدوا في الإسلام، وجماعة يقولوا السبعين ألف دولك اللي هو إحنا اللي أمنا بالنبي وشفناه، لأن إحنا حظنا إن إحنا أمنا بالنبي وغيرنا ما أمنش بالنبي وما حضرش، فإحنا أكيد لنا حاجة مختلفة، لنا حظ عظيم بوجودنا مع النبي، فإحنا السبعين ألف اللي هندخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم قال لهم أنتوا بتتكلموا في إيه؟ فيما تخوضون؟ إيه أصواتكم عالية وعمالين تتكلموا وتتناقشوا؟ إيه الموضوع؟ قالوا يا رسول الله نخوض في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هم، هيقول بقى مين السبعين ألف دول؟ هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. انتوا عارفين الرقية في نوعين من الرقية، الرقية الشرعية اللي هي أو الفاتحة وأوائل سورة البقرة وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وخواتيم سورة البقرة، وبعدين أول 11 آية من سورة الصفات، وبعدين سورة الزلزلة، وبعدين سورة الإخلاص، وبعدين سورة المعوذتين. هي ديك الرقية الشرعية اللي انت تقرأها على نفسك لو انت حاسس انك تعبان أو زهقان أو متضايق أو ما شابه ذلك أو فيك حاجة غير طبيعية. هقولهم تاني بسرعة وتكتبوا لو تقدروا أو تحفظوا. أول أوائل سورة البقرة، وبعدين قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وبعدين واتبع الآية اللي بتقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، وبعدين آية الكرسي. كل ده في سورة واحدة، سورة البقرة أول سورة البقرة، بعدين واتبعوا ما تتلو الشياطين، بعدين آية الكرسي، بعدين خواتيم سورة البقرة. دول بنكتبهم كده في ورقة ولا حاجة ونطبعهم ونخليهم قدامنا يبقى نقراهم، وبعدين 11 آية من سورة الصفات، وبعدين نقرا سورة الزلزلة، وبعدين سورة الإخلاص، وبعدين المعوذتين. لو عملنا الكلام ده أو أضفنا عليهم كمان آخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، وقرينا الآيات دي، لو أضفنا ده كله ماشي. لو اكتفينا بالمعوذات وقل أعوذ برب الفلق ورب الناس قل الله أحد خلاص يكفي ولا حرج في ذلك. لو اكتفينا بخواتيم سورة البقرة يكفي ولا حرج في ذلك. يبقى ناخد دي الحاجة دي كنوع من أنواع التحصين اللي احنا نعملها، هي دي الرقية الشرعية، مفيش حاجة تاني غير كده. إنما بقى الرقية بالصور الأخرى بقى والكلام التاني والتعويذ الكلام الكتير والكلام ده، هذا ليس واردا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ديك لا يرقون لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، ما بيطلبش من حد ان يرقيه ويقول له تعالى اقرا عليا، اقرا عليا مش عارف ايه، قول لي كذا او تعويذ او ما شابه ذلك، لا يفعلون ذلك على الاطلاق. انما الثابت ان احنا نقول لو انت عايز ترقي واحد ابنك صغير ولا حاجه ولا بتاع، فتقول اللهم ايه بسم الله ارقيك، بسم الله ارقيك من كل داء يؤذيك ومن عين كل حاسد والله يحميك. الكلام ده قاله سيدنا جبريل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال السبعين ألف اللي يدخلوا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب اللي هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون. لا يتطيرون يعني ما بيتشأموش. احنا عندنا دي إشكالية كبيرة قوي موجودة في حياتنا، اللي هي ايه؟ اللي هي التشاؤم، ان واحد دخل عليك فانت تحس تتشائم منه، اصل انا بتشائم من صوت مش عارف مين، اصل انا بتشائم من دخلة فلانة، اصل انا بتشائم من دخلة فلان، اصل انا مش، ولما تكون واحدة ولدت ولا حاجة يقعد يقول لك ايه؟ اه لا ده ولدت، طب خلي بالك الحق ده ما تدخل، لو دخلت على الوالدة فلانة هيبقى مش هترضع، يبقى مش عارف هيحصل. كل ده كلام فاضي لا قيمة له ولا اصل له ولا اساس له لا في الشرع ولا في الدين. والذي لا يتطير سايب الموضوع كده بمنتهى الطيابة ومنتهى الامور، ربنا سبحانه وتعالى بيسرها معاه وبيسترها معاه. والدليل على كده تكملة الحديث بقى، ان في واحد اسمه عكاشة وقف كده قال له يا رسول الله انا منهم، بكل بساطة كده وهدوء كده، انا منهم، انا واحد من السبعين الف دول، انا لا برقي ولا بسترقي ولا بتطير، واحد طيب خالص يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انت منهم يا عكاشة، انت منهم. فقام اخر وقال وانا منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. والنبي لما رد الرد ده ليه بقى رد الرد للرجل التاني قال له كده ليه؟ لأنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله أن عكاشة واحد من أولئك القوم الذين هم من السبعين ألف بدون حساب ولا سابقة عذاب. وقيل أن عكاشة هو آخر واحد في السبعين ألف اللي كانوا موجودين، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق الباب
لاني ده هيقول له انا منهم والتاني يقول له انا منهم والتالت يقول له انا منهم بقى. فاحنا فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغلق هذا الباب على عكاشه فيما ذهب اليه. انما الشاهد في الكلام طيابه القلب بقى ورقه القلب وهدوء القلب هو اللي ادى للموضوع ده، هو اللي وصلنا للحكايه دي كل المرحله دي. فانا عايز اقول ان اليقين ده لما بيبقى في قلب الانسان تام، المين بقى صاحب اليقين؟ الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، هم دولك اللي بيبقى عندهم يقين تام، هم دول بقى اللي بيبقى عندهم الصبر، هم دول اللي عندهم التحمل، هم دولك اللي ما عندهمش الغضب، هو ده اللي ما بيغضبش بسرعه، اللي ما عندوش سرعه غضب ولا كذا، لا ده ما عندوش الكلام ده كله، هو ده الشخص اللي بيحصل عنده الكلام ده، هو ده الشخص اللي ما بيغضبش. فعشان كده لازم ناخد الصفه دي من الصيام، لازم يبقى عندنا الكلام ده. الشخص اللي عنده اليقين ما بيخافش الا من الله، ما حدش هيضره الا ربنا سبحانه وتعالى. زي الراجل المشرك لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام وفجاه كده بقى لقى النبي نايم تحت ظل الشجره، وكمان ايه معلق السيف بتاعه على على على, على فرع الشجره كده ونايم وتمام التمام. فالراجل المشرك كده اول ما قرب كده قال يا ده فرصه بقى وجات لغايه عندي، فاخد بقى السيف دون والسيف النبي عليه الصلاه والسلام، اخد السيف بتاعه واقتله به وانا كمان هقتله ونايم اهو. فصحاه، لأن العرب برضو كان فيهم عادات كده برضو حسنة، يعني ما ينفعش يخلي واحد دايما يروح ضربه بالسيف يموته، لا لازم يصحيه، يعني لازم يوقظه ويكلمه. حاضر، فلازم يوقظه. فراح مصحي النبي كده وقال له يا محمد من يمنعك مني؟ تخيلوا بقى النبي عليه الصلاة والسلام يعمل، يقول له بقى خاف منه ويلحق وحلق وحوش والكلام ده كله؟ لا، ولا حصل كلام من ده. طب نشوف سيدنا النبي عمل ايه وبقية القصة ايه. بس اخد اختنا حليمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حليمة فين؟ حليمة السلام عليكم. حبيبة السلام عليكم. عليكم السلام. لا لو سمحت كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. عاوز اسألك بس على حاجة، هو أني كنت بقالي مدة يعني بعد الطفولة كده عليا إياه، ما كنتش بصومها في شهر رمضان اللي هي بتاعت العادة الشهرية. فكونت عليا كتير 40 سنة يعني الأشهر بتاعت رمضان، الأيام اللي هي عدد العادة الشهرية. كل السنين كلها يا حاجة حبيبة؟ كل السنين ال 40 سنة كلهم؟ حاولي تكلمينا تاني، لكن انا ممكن اكون فهمت من كلامك ان انت بقالك 40 سنه بتصومي رمضانات، لكن انت في ايام الدوره الشهريه انت ما كنتيش بتقضي هذه الايام، ممكن افهم ده من كلام حضرتك. وفي الحاله دي انت عايزه تساليني سؤال من اتنين، السؤال الاولاني اما انك عايزه تقولي لي اعمل ايه في الحل ده، والسؤال الثاني عايزه تقولي لي طب لو انا ما بقدرش اصوم لان انا كبرت في السن خلاص، ما لو 40 سنه بتصوم يبقى انت اكيد فوق ال 60 سنه دلوقتي، فانت قد تكوني مريضه ولا تستطيعين الصوم. هقول بقى الجواب لكل الناس بقى. شوفوا يا جماعه، احنا عندنا المراه التي تقضي الصوم، التي تقضي الصوم تصومي ايام مكان ايام، هي المراه التي افطرت بسبب من اثنين، اما بسبب الحيض اللي هي الدوره الشهريه، واما بسبب مرض، يعني كانت مريضه فتقضي هذه الايام خلاص وخفت من المرض يبقى تقضي هذه الايام. اما المراه الحامل والمرضع، المراه الحامل والمرضع فليس عليها قضاء عند فريق من اهل العلم، انما عليها الاطعام فقط. يبقى لو كانت الافطار بسبب رضاع او بسبب حمل يبقى نقول لك تقدري في اي وقت من الاوقات تفدي بدلا من الايه؟ تفدي بدلا من القضاء، خلاص ولا مشكله في هذا. انما اللي افطرت بسبب الحيض بسبب الدوره الشهريه او افطرت بسبب المرض لا بد عليها من القضاء، يعني لازم تقضي ايام مكانها. فانت دلوقتي يا حاجه حبيبه قدامك طريق من اتنين، اولاني ان احنا بنقدر ال 40 سنه دولك، لو انت فطرتي تقريبا 5 ايام في كل رمضان يبقى 45 ب 200 يوم، فانت صار عليكي 200 يوم انت بتقضيهم. نعمل ايه بقى في ال 200 يوم دول؟ لو انت عندك القدره وما عندكيش موانع من الصيام مرض ونحوه، يبقى انت هتروحي جايبه جدول ورقه كبيره وتعمليها مربعات 200 مربع، كل يوم تصوميه في اي وقت. اي وقت بقى، يعني صومي يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع، ثلاثه في الاسبوع، يوم في الشهر، يومين في الشهر، براحتك. اليوم اللي تصوميه تروحي مظلله او تسوديه يعني عشان تبقى تعرف ان اليوم ده خلاص تم وصام. حطي ارقام 1 2 3 لغايه 200، فلما تيجي خلاص تعلم على واحد يبقى صمناه، اثنين يبقى صمناهم، ثلاثه صمناهم. لو عملتوا الحركه دي هتلاقوا نفسكم بتخلصوا الايام وبسرعه من غير ما تحسوا بحاجه. طيب يا حاجه حبيبه، لو افترضنا اني انت حضرتك مريضه والدكتور منعك من الصيام وما تقدريش انك انت تصومي هذه الايام بسبب مرض مزمن مثلا، لا قدر الله صلى الله عليه وسلم يكتب لك الشفاء والعافيه، انا بضرب مثلا على حضرتك او على اي حد.
في الحالة دي يجوز لك في هذه الحالة القضاء الإطعام، إنك تطعمي عن كل يوم مسكين. هنطعم عن كل يوم مسكين وجبة واحدة، مش لازم وجبتين. الوجبة الواحدة تقريبا بتساوي، احنا بنشتريها دلوقتي تقريبا ب 28 جنيه لإفطار الصائم، يعني قول 30 جنيه في 200 يبقى حوالي 6000 جنيه. ممكن تطلعيهم على دفعات، أو ممكن تفطري ناس، تجيبي ناس فقراء وتفطريهم 10 ب 10، 5 ب 5، براحتك زي ما تحبي. عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. ده بالنسبة لفتوتك كاملة يا حاجة حميد. أخت نهى، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، انا حامل الشهر الرابع وكده، بس عندي وسواس الموت ما بيسيبنيش. اقعد اقول لهم هموت دلوقتي وما يجرى لي حاجه، لاني بصلي واذكار من زمان يعني، وقران وبتصدق ولبسي واسع وكويسه وكده، بس ما وسواس الموت ما بيسيبنيش. اقعد اقول لهم هموت دلوقتي انا وانهار وكده. حاضر، عايزه حل يعني ليه؟ طيب بصي يا اخت نهى، هو الوسواس ده هو نوع من انواع الاكتئاب حصل بسبب الحمل. فساعات الواحده لما يحصل حمل بيحصل عده امور. طبعا بيحصل تغييرات بقى فسيولوجيه في جسم المراه، والكلام ده انتوا عارفينه، الطب ده انتوا طبعا عارفينه يعني، ادرى مني به خلاص، بالنسبه للسيدات وغيرها بتروحوا للدكاتره وبتعرفوا منهم الكلام ده. انما احيانا يصحب الحمل حسد، احيانا يصحب الحمل حسد، عينه عائن، فتعمل اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده، الشعور بالموت وخلاص وهتموتي وهتعمل، دي كلها اعراض اكتئاب. اكتئاب بيجي نتيجه حسد، او بيجي نتيجه عينه عائن، حد بقى حسدك في القصه دي، ممكن يكون ده، ممكن يكون كده. طيب ممكن يكون هذا الحمل ثقيل على النفس، يعني انت بالعافيه حمل بالعافيه، يعني حاجه مش مستحمله، فثقيل على النفس فاحدث لك اكتئاب. ممكن يكون الحمل ده مكرر، يعني ده رقم كذا. ممكن يكون الحمل بيجي ويسقط 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 فبيضطر. كل الأسباب دي بتؤدي للأعراض اللي حضرتك فيها، فقد يكون سبب من هذه الأسباب هو الذي أدى إلى هذا. قد يكون السبب الباطن اللي هو الحسد أو عين العائن، وقد يكون السبب الظاهر اللي أنا عديت لحضرتك هذه الأسباب. إيه الحل بقى؟ إيه الخروج من المأزق ده بقى؟ نحله إزاي؟ الموضوع ده حله، جربيه كده، قراءة سورة البقرة يوميا طيلة الحمل. انت تقريبا يا اخت نهى، صلى الله سبحانه وتعالى يتمم لك الحمل على خير ويقومك بالسلامة ويسعدك بحملك هذا ويكتب لك السعادة ولكل حامل، ويرزق كل من لم يرزقها الله بولد، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقهم جميعا يا رب. عايز اقول لك بقى سورة البقرة بقى، سورة البقرة بقى تزيح الهم والحسد والغم وكل الكلام ده كله. هنقراها كل يوم براحتك، مقطع بقى كل شوية تقرأ شوية لغاية لما تخلصي. بعد 3 أيام انت تحسي تشعري بالسعادة والهدوء والراحة. حاجة كمان بتضيفيها، التلبينة. التلبينة دي عبارة عن حاجة كده بيشتروها من العطار، أو بيشتروها دي بقت في المحلات الكبيرة كمان دلوقتي، هايبر كبير وحاجات كده، تلاقي الكلام ده. التلبينة دي عبارة عن دقيق بتاع شعير أو حاجة زي كده، والتلبينة دي فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة كده، اشربيها فإنها تغسل لك بطنك كما تغسلين وعائك، وورد انها تدفع الهم والغم عن النفس. فاحنا بناخدها وبنعملها شويه لبن دافين كده، نحط معلقه ونقلبها كده ونشرب. كلنا لما بنلاقي البيت كده فيه هم وفيه غم وفيه زعل، والناس بتتخانق مع بعضها، والعيال مش طايقه بعضها والدنيا، فبنرجع على طول نعمل سنه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، نرجع على طول نجيب الحاجه دي. ليه بقى؟ طب ايه فكرتها؟ فكرتها ان احيانا احنا لما بناكل بنلخبط في الاكل، فبيحصل نوع من انواع مشاكل في المعده وفي القولون، فيحصل نوع من انواع العصبيه، فتحصل لنا مشكله في اكتئاب، بس احنا مش عارفين ايه اسبابه. فلما بناخد بقى التلبينه دي فبتزيح كل الكلام ده، فبيجي يزول الهم ويزول الغم. ربنا يزيح عنا وعنك الغم. يبقى حاجتين يا نهى هتعمليهم، 1 سوره البقره يوميا، 2 تشربي التلبينه كل يوم بعد الفطار لو انت كنت صايمه. مين؟ استاذ حنفي، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اتفضل. السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا. اتفضل. انا السنه اللي فاتت كنت محبوس في المستشفى. وطول شهر رمضان كنت بتعالج وباخد محاليل. هل انا عليا كده عذر؟ ما صمتش يعني السنة اللي فاتت؟ نعم يا فندم؟ ما صمتش السنة اللي فاتت؟ لا ما صمتش يا فندم. طب قضيت الأيام دي بعد كده؟ نعم يا فندم؟ قضيت الأيام صمتها بعد رمضان؟
لا ما صمتش عشان كنت باخد علاج على طول ماشي. ودلوقتي انت خفيت؟ باخد علاج وماشي على طول بيه علاج السكر. طيب انت دلوقتي خفيت؟ ودلوقتي حاليا النهارده الايام دي صايم الحمد لله. طيب الحمد لله. هقول لحضرتك يا عم حنفي، الاول اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب لك الشفاء وان يكتب لك العافيه وان يشفيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين، قولوا امين. حضرتك خلاص انت صمت السنه دي صوم ما استطعت، طول ما انت صايم خلاص ما فيش مشكله، وانت عليك الشهر الماضي رمضان الماضي بتاع السنه اللي فاتت هتقضيه بعد العيد ده ان شاء الله، صوموا بقى براحتك يعني، شوف انت عليك 30 يوم او 29 السنه اللي فاتت كان، يبقى صومهم بقى براحتك انت، تصوم بقى يوم بعد يوم، تصوم يومين في الاسبوع، يوم في الشهر براحتك خالص، بس انت عليك عدد ايام لازم تصومها عليك ان تقضيها، لكن ما ينفعش انك انت تطعم. ليه؟ لانك انت مريض وخفيت، فعشان الا اذا قيل لك ان هذا المرض يمنعك من الصيام، فاذا كان هناك في بعض الامراض نسال الله ان يعافيك ويعافينا ويعافي كل المسلمين وكل السامعين، يعني في ساعات بعض امراض فشل كله وكذا وفشل كبدي وحاجات كده ممكن ما ينفعش الصوم، فده بنقول له تطعم، لكن حضرتك ان شاء الله ما دام عندك قدره على الصيام تصومهم بعد رمضان. مدام عواطف السلام عليكم. السلام عليكم يا عم الشيخ، لو سمحت. نعم. انا باخد بخاخه بس هواء مش اكسجين. واخد بال حضرتك؟ في البق يعني ولا في الانف؟ توترني ولا تخليني صايمه؟ طيب حاضر، بخاخ عشان ايه؟ ايه عشان الحساسيه. ايه؟ تجيني ازمه وكده يعني ببقى تعبانه. حاضر حاضر. القاعده الثابته التي عليها الفقهاء في مساله الافطار، ما يفسد الافطار او ما يفسد الصوم هو أنه ما كان طعاما أو شرابا أو ما كان بمعنى الطعام والشراب، إن يكون أكل أو شرب أو حاجة بمعنى الأكل والشرب، اللي بمعنى الأكل والشرب اللي هي الحقن المقويات الفيتامينات. طيب الأكل والشرب وما كان بمعنهما، الأكل والشرب في المدخل المعتاد، الواحد يدخلهم من بقه ياكلهم ينزلوا في البلعوم بتاعه في جوفه، هذا هو الذي يفطر. طيب عندنا بقى البخاخة بتاعت الحساسية اللي بتتحط في البق، أو البخاخة اللي بتتحط في الأنف، أو القطرة اللي بتتحط في العين، كل ذلك لا يفطر، كل ده لا يفسد الصوم. الفقهاء قديما حينما تحدثوا عنها قالوا أن قطرة العين إذا وصلت إلى الحقول الحقوم تفطر، هم كانوا قالوا كده الفقهاء، لكن رجع بعضهم عن هذا القول لأنه ليس بمعنى الطعام والشراب، لأن لو واحد جعان مش هيشرب قطرة عين ولا حي ولا كلام من ده ولا رذاذ بتاع الأنف أو بتاع الفم، مش ده مش أكل ولا شرب، ولا هو بمعنى الأكل ولا بمعنى الشرب، لا هو شراب ولا هو طعام، ولا هو قاصد لما يحط قطرة في عينه لو شاف طعمها في حلقه فهو خلاص بيتفاه، هو لا يقصدها لا يقصد ذلك، فعلى ذلك فهذه الأمور لا تفطر لأنها من الأمور الإجبارية زي غبار الطريق، وإلا كنا هنقول في غبار الطريق، لو واحد ماشي والدنيا عفرة والعفرة دخلت في بقه هنقول إيه في غبار الطريق؟ نقول عليه إن كده فطره، ما دي حاجة دخلت رغما عنه، وهنقول على الريق إيه اللي إحنا بنبلعه؟ هنقول نتفه لغاية ما الناس تموت؟ لا مش هينفع، فعشان كده عايز أقول إن قطرة العين طبعا هو في فريق من اهل العلم او من الفقهاء قال ان القطره والبخاخه وبخاخه بتاع بتفطر، ناس بتقول ان ده بيفطر بعض الفقهاء، وهو قول معتبر وما ينفعش ان احنا نقول ده مش موجود، ده موجود، لكن الذي اميل اليه وافتي به وهو على مسؤوليتي بين يدي الله سبحانه وتعالى ان قطره العين وان بخاخه الانف وان بخاخه الفم التي اللي بتفتح الشعب الهوائيه وغيرها، هذه الامور للمرضى جائزه ولا تفطرهم، جائزه ولا تفطرهم. ام صالح السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. مرحبا اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك في عمرك، اتفضل. كل عام وانت طيب. حضرتك طيبه يا فندم. أنا سؤالين بس يا ابني، أنا مريضة من عمل وعمى في العين. وجوزي ميت. بقى له 8 سنين ومركبة مفصل رجليا. وباخد علاج أكتر من 600 في الشهر. تمام. وأنا بقبض 300 بس. تمام. وأنا عاوزة حد يساعدني، السؤال التاني عشان لما أركبها مفصل ما بقدرش أتوضى كل شوية كل شوية النقطتين دول، هل يقدروا يعملوا الصيام والصلاة؟ أنا مش عارفة. هل يكتفي يا رب؟ هل ايه؟ يخليك يا رب. طيب انا ما سمعتش سؤالك بس الاخير ايه؟ بقول حضرتك انا من مرجوعه وفاصل بقوم بالعافيه ماشي. فبلاقي نقطتين دول. ما بلحقش واعمل. وافضل كل شويه اعمل، انا مش قادر اعمل. طيب حضرتك. مش قادر والله، مالي حد يا ابني، الا ابني غلبان مالوش حد خالص. بنكتب. طيب يا حاجه ممكن تسيبي رقم تليفونك في الكنترول.
أم صالح الأول، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يكتب لك الشفاء والعافية. وأخواننا في كنترول خدوا رقمها وادهولي بعد ما خلص. بالنسبة لحضرتك الحل في المسألة دي نعم نحط بنتحفظ، يعني نحط حفاظة خلاص، وما نزل فيها لا حرج فيه ما دام السن كبير وما دمت مريضة لا حرج فيه، وتتوضئي وتصلي. يعني احنا بنستنجع عادي وبعدين نحط الحفاظه وخلاص، لا مشكله في ذلك. طيب فاذا ما حطناهاش وحصل يعني سبقنا نقاط من البول في الحمام، خلاص انا بقى بتشطف عادي وبانضح الماء على مكان الملابس بتاعتي اللي انا كنت لابسها، ولا حرج في ذلك. واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيك وان يعافيك. وقد قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فليس هناك حرج في هذه الامور. صلى الله يتقبل منا ومنك صالح الاعمال. معنا مين؟ طيب أرجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة اليقين. قلت لكم الرجل راح شاف النبي عليه الصلاة والسلام نايم والسيف فصحاه وقومه وقال له: من يمنعك مني؟ النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه يقين كامل كامل أن النافع هو الله وأن الضار هو الله، وأن حتى لو الرجل ده ومعاه السلاح والكلام ده كله والنبي كان نايم وراح يعني دهشان في النوم وكذا ومش مركز، كل ده كلام ما بيأثرش مع الإنسان اللي في قلبه يقين، لأن اليقين يجعل الإنسان راسخ رسوخ الجبال. خليك راسخ، عندك رسوخ الجبال، عندك قوة زي صاحب الحق كده، تلاقي عنده قوة كده وراسخ رسوخ الجبال. فأمن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه وقال له، هو بيقول له: من يمنعك مني؟ مين بقى دلوقتي انقذك دلوقتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الله، وكررها ثلاثا، فسقط السيف من يد الرجل. شوف. طب نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل قصة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الأعرابي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل قصير، لكن بفكركم بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما الراجل صحاه وقال له ومعاه السيف في ايده، قال له: من يمنعك مني؟ قال: الله. سقط سيفه من يد الرجل، خوف، لان دايما صاحب الحق ابلج عنده قوه، لكن صاحب الباطل دايما ضعيف يخاف من اقل حاجه. فلما سقط السيف من يده فالنبي اخذ السيف وقال له: طيب وانت من يمنعك مني بقى دلوقتي؟ طب انا عندي اله ورب اؤمن به. شوف فكر النبي، هو الذي عصمني، انت بقى مين يعصمك مني دلوقتي؟ فرد قال له: ايه، كن خير آخذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعاقبه وجلس. ناخد الأستاذ محمد. السلام عليكم أستاذ محمد. بقول لحضرتك. أيوه تفضل تفضل سامعك. أيوه تفضل سامعك. بقول لحضرتك أنا عندي ثالث بول. أه. وطبعا سيادتك الكلام اللي هتقوله لي يعني انا هنفذه، لانني انا داخل هذا الموضوع وسالت قبل كده كتير شيوخ وعلى الفضائيات وكده، فالاقوال مختلفه. انا عاوز اصلي في الجامع، فقالوا لي لا، لازم تتوضا مباشره بعد الاذان وبعد دخول الوقت وتتحفظ وتصلي مباشره قبل ما ينزل منك حاجه وانت ماشي في الطريق. اصلي في الجامع الافضل لي، اصلي في المسجد ولا اصلي في البيت؟ هقول لحضرتك اهو، يعني عشان بس انا عشان هاخد الفتوى من سيادتك وانفذها. ما تسالش تاني بقى، انا هقول لك وما تسالش تاني بقى، خلاص تمام. طيب الاول اسال الله ان يشفيك وان يعافيك وان يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران يا عم الحاج محمد ايه ثابته كده، بيقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، مفيش حاجة رغما ولا حاجة فيها حرج للناس، وأي حاجة خارجة عن إرادة الإنسان الله أعطاه الأجر كاملا. زي المرأة لما يحصل عندها الحيض ألا تفطري وتاخدي أجر الصائم عادي خالص، لم يحرمها من شيء. توقفي عن الصلاة وتاخدي أجر الصلاة عادي، لم يحرمها من شيء، لأن لا دخل لها فيه. المريض الذي مرض ولم يخرج ولم يتحرك وفضل مربوط في وثاقه يعني في سريره، ربنا يقول للملائكة: اكتبوا لعبدي ما كان يصنع وهو صحيح ما دام مشدودا في وثاقه. طول ما هو مشدود كده على سريره مربوط يعني مريض مش قادر يتحرك، ها، اكتبوا له اللي كان بيعمله هو صحيح. فما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب السلس البول ده مرض، نسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يعافي الناس أجمعين. حضرتك تعمل الآتي: تدخل الحمام،
تستنجى عادي وتلبس تحط حفاضه اللي هي زي حاجات زي البامبرز وحاجات او قطن او مجموعه قطن او كلام من هذا القبيل خلاص، وتلبسها وتتوضى بعد الاذان يعني بعد دخول الوقت خلاص، تتوضى وتروح رايح على الجامع براحتك بقى، تصلي الوقت وتصلي السنه بتاعته وتقرا وتعيش حياتك زي ما انت عايز. فاذا دخل وقت اخر جددت الوضوء للوقت الاخر، بس كده ما تعملش بقى اكتر من كده. يبقى انت هتتوضى بعد دخول الوقت يعني اول ما الاذان ياذن تتوضى وتحط الحفاضه او مجموعه قطن في الهدوم وتتحرك تروح للمسجد وتصلي، او تعمل ده في المسجد لا حرج. اما الوقت ياذن اتوضى وادخل وصلي مع الامام عادي، وصلاتك في المسجد اولى من صلاتك في البيت. ليه بقى؟ انا عايز اسالك سؤال. هو يا عم الحاج محمد لو واحد مركب قسطره، لو واحد مركب قسطره عشان تجميع البول فيها، اللي زي ده قول له صلي ولا ما تصليش؟ صلي، لا دخل له بشيء، هذا امر خارج عن ارادته، والصلاه لم يسقطها الله عن احد، حتى صلاه الجماعه لم يسقطها الله عن المحاربين الذين يحاربون في القتال. قال كده في القران: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم. السلاح ده بيشيلوه فين؟ في الحرب. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فحتى ربنا سبحانه وتعالى لم يشفع في صلاة الجماعات للذين هم في القتال. فعشان كده بقول لحضرتك روح صلي في المسجد ولا تقلق خالص، وتوضأ وحط الحفاضة زي ما قلت لحضرتك عليها، موضوع سهل خالص وبسيط ولا مشكلة، ولا تخبر أحدا إنك أنت مريض بسلس ولا إنك عندك ظرف ولا الكلام ده، ولا تخبر نفسك بأنك مريض بهذا المرض حتى لا يؤثر ذلك على نفسك والعقل الباطن يديك أوردر على طول بنزول البول. لا خالص، أنت إنسان سليم عادي ما في مشكلة، ده مرض وله علاجه، الأطباء يحطوا علاجه زي ما عايزين، وأنت تمشي بهذه الصورة ولا تسأل أحدا آخر ولا تستمع لفتوى أخرى. ليه بقى ما تسمعش؟ عشان ما يحصلش نوع من أنواع الشكوك والكذا في هذا الكلام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. عايز أرد على فتوى ولا اتنين من الأسئلة اللي وردانا. سؤال بيقول الأستاذ محمد رشوان بيقول: تحياتي، أهلا وسهلا بحضرتك، قول ما حكم الدين في شخص أخرج من فمه أشياء هو لا يقصد إخراجها وهو مريض؟ شوفوا ال 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 القيء، النبي قال في الحديث كده، قال: من زرعه القيء فلا شيء عليه، يعني فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. يعني لو اتحط صباعه في بقه عشان يرجع تعبان والمعده مضايقاه فاستقاء فليقضي، لكن من زرعه القي لا يقضي، لا قضاء عليه. فاذا اخرج شيئا من فمه في اثناء الصيام فان ذلك لا يفطر. السؤال الثاني بيقول: من لم يصلي التراويح، لا من لم يصلي التراويح ده يا استاذ محمد لا شيء عليه، لان صلاه التراويح سنه مؤكدة، فمن أدها فقد أثيب عليها، ومن تركها فهذا لا يؤثر في صيامه وإنما يقلل من ثوابه، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما مجلس العلم هو مؤجل نعم إلى ما بعد رمضان. الاستحمام يغني عن الوضوء؟ لا، الاستحمام لا يغني عن الوضوء، لأن الوضوء من الفرائض التي تفتقر إلى نية، يعني لابد لها من نية، ولأن الوضوء غسل أعضاء مخصوصة بنية، يعني أنت بتغسل أعضاء مخصوصة بنية، أما الاستحمام فلا. طيب هنقول بعض الآراء عند الأحناف قالوا كلام تاني، قال لك لو واحد جنب واستحم نزل في الماء وطلع فخلاص ينفع أنه يصلي فقد اغتسل، هذا رأيهم. أما الأصل أن هذا الوضوء يفتقر إلى نية فلا بد وأن تنوي نيتك. هل من حق الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته ولا تخرجها هي من راتبها؟ ينفع تخرجها من راتبها وينفع الزوج يخرجها عنها، ولا حرج في ذلك كله. هم الإخوات بيتقابلوا في الدنيا بس ومش بيتقابلوا في الآخرة عشان بيقولوا لا طبعا الإخوات بيتقابلوا في الدنيا وفي الآخرة إذا دخلوا الجنة وكانوا في مكان واحد. بيقول طبعا باقي التساؤلات بتاعت حضراتكم ربما نستطيع يعني أن أجيب بدون وعد يعني أن أجيب عليها إن شاء الله.
لكن ده كان ملخص ما ذكرته اليوم، ان احنا محتاجين يبقى عندنا صبر، محتاجين ما نغضبش، وعشان ما نغضبش يبقى لازم نستفيد من الصفات اللي بيحققها لنا الصيام، ومنها اليقين بالله سبحانه وتعالى. فاذا زاد يقين العبد زاد صبره، واذا زاد صبر العبد ابتعد العبد عن الغضب وما استطاع الشيطان ان يقترب من الانسان. هذا ملخص ما ذكرته لحضراتكم على مدار الساعه الا ربع التي تحدثنا فيها واجبنا على بعض اسئلتكم. كل عام وانتم بخير، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الشهر شهرا كريما مباركا طيبا علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ البلاد والعباد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ومعلمينا من النار، ونساله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا زلاتنا وأن يستر عيبنا وأن يرفع قدرنا وأن يرفع ذكرنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.